تدخل مملكة البحرين مع بدء العام الدراسي الجديد مرحلة جديدة من مراحل تطوير التعليم الثانوي، وذلك بالتوسع في مجال التعليم الفني والمهني للطالبات من خلال العديد من التخصصات التي تمكنهن من إتقان المهارات الوظيفية، بما يسمح للخريجات بالانخراط مباشرة في سوق العمل أو مواصلة دراستهن الجامعية. استعدادا لعودة الطلبة إلى المدارس، نظم قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم البرنامج السنوي لتهيئة الطالبات المستجدات الملتحقات بمسار التعليم الفني والمهني بداية، وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ومشاركة أكثر من 200 طالبة. وفي مداخلته أكد الوزير أن المسيرة التعليمية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تشهد تطورا نحو الأفضل من ناحية الخدمات التعليمية وتطوير المناهج. إن المسيرة التعليمية في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تشهد دائما تطورا ونحو الأفضل وتقديم أفضل الخدمات التعليمية، وأيضا في نفس الوقت تطوير مناهجنا الدراسية بالاستعانة مع خبرات عالمية، فبالتالي كل التطوير هو يأتي نتيجة دراسة واحتياج وخطة تقوم على برنامج زمني وفق رؤية علمية واضحة. اليوم كان هذا اللقاء الذي ضم العديد من الطالبات من مختلف المدارس، كان الهدف منه تسليط الضوء على البرامج التي سوف تقدمها الوزارة ضمن تطوير التعليم الفني والمهني للطالبات. هذا المشروع له بعد كبير جدا، يرتبط بسوق العمل، يرتبط أيضا بتخصصات حديثة تم طرحها في مدارس البنات، خصوصا لما ننظر في السابق كان هناك فقط التلمذة المهنية. اليوم تطور هذا النوع من التعليم ليشمل مجالات عديدة ومتنوعة تسمح بالالتحاق بأي برنامج سواء في مؤسسات التعليم العالي أو في معهد التدريب. ويهدف اللقاء إلى تعريف الطالبات وأولياء أمورهن بمسار التعليم الفني والمهني والفرص المستقبلية المتاحة للملتحقات به، كما يساهم هذا المسار في تمكين الطلبة من إتقان المهارات الوظيفية، بما يسمح للخريجين بالانخراط مباشرة في سوق العمل أو مواصلة دراستهم الجامعية في مؤسسات التعليم العالي. يعد التعليم الفني والمهني من التخصصات التي تشحذ همم الطالبات في مجالات عدة، من أبرزها الأمور التي تعتمد على الإبداع والابتكار والمبادرة والقيادة وتحمل المسؤولية. ومن هذا المنطلق فإن وزارة التربية والتعليم بدأت في توسع في هذا المجال من مختلف الزوايا. الدراسة في التعليم الفني والمهني تنقسم إلى شق أكاديمي وشق عملي، بالإضافة إلى التدريب الميداني في الشركات. بالإضافة إلى ذلك عندنا عدد من المواد الدراسية اللي تنمي المهارات الوظيفية والمهارات الحياتية أو مهارات القرن 21 للطلبة. كذلك يميز نظام التعليم الفني والمهني هو استحداث تخصصات فنية ومهنية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل. وتعرفت المشاركات في البرنامج السنوي لتهيئة الطالبات المستجدات الملتحقات بمسار التعليم الفني والمهني على إنجازات هذا القطاع والمشاريع المبتكرة لمنتسباته، واطلعنا على قصص نجاح خريجات المسار في الأعوام السابقة. طبعا يعتبر تخصص صيانة الأجهزة الطبية من التخصصات المطلوبة في مملكة البحرين. وزارة التربية والتعليم دائما توفر لنا التخصصات لتواكب سوق العمل، أن المدرسة ما قصرت لنا في توفير كل سبل التعليم. في النهاية أنصح جميع المقبلين للثانوي اختيار التخصص المناسب وقراءة أكثر. أنا اخترت المسار الفني والمهني لأنه يلبي طموحاتي وكل جديدي في سوق العمل، وأنا أتطلع للمستقبل. هذا ويشمل مسار التعليم الفني والمهني على تقنيات الحاسوب وصيانة الأجهزة الطبية في المسار الصناعي،
والوسائط المتعددة والدراسات التجارية والخدمات المصرفية والبيع بالتجزئة واللوجستية في المسار التجاري المطور، إلى جانب المسارات والتخصصات الدراسية الجديدة وهي الإلكترونيات الرقمية وهندسة الشبكات والاتصالات في المسار الهندسي وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا الإبداعية والمعلومات والخدمات المالية والمحاسبية في المسار الإداري والتكنولوجي.